مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه. في بدايه البرنامج عندي دقيقتين مش هطول يعني ولا هقول اي حاجه تضايق اي حد. بقالي يومين ثلاثه بقرا حاجات اخبار مصادر حاجات مطلعه ناس مقربه كلهم بيقولوا انه فرجوا قريب انه ايه؟ فرجوا قريب وانه المشكله مش مستعصيه قوي وانه لازم نبص للامور انه قابله للحل خلاص في ناس ممكن يكون من طبعها انها تضحض هذا الكلام يعني يقولك ايه الحكايه اللي انت بتقولها دي ايه الكلام ده ازاي مش عارف عب... لا 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 خالص انا مش من النوع ده انا يعني على قلبي زي العسل يا رب البلد بكره تبقى كلها دولارات وينات ويوروهات واسترلينيات وكل حاجه انا ما عنديش اي مشكله. وعلى فكره كمان مش هسالك منين، يعني مش عايز اضايقك واقول لك طب ودي هتحصل ازاي وهتجيبهم ازاي كل الكلام ده انا ما عنديش اي مشكله فيه، انا بس بقول حاجه بسيطه جدا، لو سمحتم كونوا حريصين في استخدام هذه الاداه. لانه لو حصل التبشير ولو حصل التنوير ولو حصل آه انواع كده من آه يا جماعه اهو قريب جاي اهو وعلى الناصيه واحنا شايفينه وبتاع كل الكلام ده ولم يحدث هذا الامر له عواقب وخيمه انه بيحصل نوع من انواع يعني انه الناس بتزعل او تقول طب انتوا قلتوا لنا او عملتلنا لنا انا رايي ما غيرتوش انا شايف حضرتك انه او في حاجه انتوا عارفين احنا ما نعرفهاش يعني الاداره المصريه عندها مورد ما فلوس ما حد ما هيبعت فلوس حد ما هيشتري حاجه كبيره حد ما هيشتري شيء ضخم وهيدفع مبلغ ضخم فهذا الامر يحل الامور انما آه اصله الصندوق اصل مش عارف ايه لا الصندوق ده برضه مش يعني مش هو ده اللي هيعمل معانا حدوته انما لو انتوا موظبين وده مش عيب موظب مشروع موظب بيعة موظب صندوق موظب حاجه عامل اتفاق على قلبي زي العسل وعلى فكره مش هتضايق ابدا هو انا عايز انزل زي اي مواطن قال الاسعار مولعه ناس كتير يقولك لك ايه آه وفي السوق آه الكلام ان الدولار هينزل من الرقم اللي هو فيه ده لغايه 45 يا رب التلاتين قولوا زي ما انتوا عايزين يعني انا ما مش هكره انتوا ليه متخيلين ان انا ممكن ابقى زعلان ممكن ابقى متضايق ينزل زي ما ينزل المهم لما ينزل الاسعار تنزل لانه على فكره بالنسبه للشعب انا لا يهمني منحنى التضخم ولا يهمني العرض والطلب ولا يهمني اي حاجه انا هممني حاجتين نمره واحد ان انا القى السلعه متوفره نمره اتنين انها مش كل اسبوع وكل يوم تزيد انا عايزها يعني اما تسالني انا مثلا ايه هو الانجاز شو بقى قد ايه يعني انا هكون متطرف جدا انا الانجاز بالنسبه لي ان الحاجات ما تعلاش بقى اكتر من كده يعني في ناس يقول لك ايه الانجاز ان الاسعار تنزل، الانجاز ان الدولار ينهار، خلاص؟ لا انا نظرتي سهله جدا وبسيطه جدا، كفايه كده. يعني كفايه كده انجازات، انا كل اللي عايزه ان احنا نقدر نحافظ على الامور تحت السيطره، يعني يبتدي الامور تهدى شويه، سعر الدولار يهدى شوية سعر الأسعار اللي موجودة في السوق تهدى شوية إنما فكرة الانهيار وخلاص وكل حاجة راجعة تاني وكل أنا ده مع يعني على فكرة لو أنت عظيم كده والله العظيم يعني أنا رئيس الوزراء ده أنا أعمل له تمثال في مقدمة يعني ميناء بورسعيد اللي هو حاجة عظيمة كده عشان كل الناس اللي جاية مصر تمثال مين ده؟ ده تمثال الراجل اللي قدر يقلل الأسعار ويقلل الدولار وكل شيء فعلى قلبي زي العسل اوعوا تفتكروا ان انا ممكن ابقى متضايق او ان انا ابقى زعلان كل الاخبار المتوارده هذه الايام تدل على انه في حد عارف حاجه ومتوقع ان الحاجه ديت تعمل تاثير الحاجه دي جايه ما اعرفش قد ايه ما اعرفش هتوصل لايه ما اعرفش هتقدر انها تخلي الاسعار تنخفض ما اعرفش انما اللي اعرفه كويس انه يا والله على يعني قلبي زي العسل أنا عايز الدنيا تبقى حلوة وانزل المحلات واشتري عربيات ونجيب فانيلات ونلقى بضايع ونلقى استثمار والناس حياتها تبقى كويسة لأنه هذا الأمر يعم على الجميع ناس قادرين أو غير قادرين الدولة تبقى قوية الدولة تبقى محترمة الدولة تبقى قادرة أنها توفي أعباءها يعني دلوقتي ما تسمع أخبار أنه رابطة المخابز عايزين يقعدوا مع وزارة التموين علشان يغيروا في سعر رغيف العيش السياح السياح أو غير يعني أنواع مختلفة من الطعام إحنا علينا من ده بإيه أنا حكون سعيد جدا لو القمح قل سعره قل الفلوس اللي انت بتدفعها عليه اقل الدقيق اقل الرز اقل السكر اقل ابقى سعيد جدا انما كل واحد يقابلني يقول لي يعني انت مش عايز بقى تقول لنا كلمه حلوه حاضر ماشي حضرتك كلمه حلوه اهو الناس بتقف في مر... آآ آآ طول اليوم طالعين ناس يقولوا نقلا عن مصادر للدوله ونق... وبعثه الصندوق موجوده وين طيب بحق كل شيء حضراتكم مقتنعين بيه هي بعثه الصندوق دي هتقعد معاك بلا طلبات هتيجي تقول لك انت عايز ايه فتقول له والله شوف لنا عندك كده شويه فلوس حاضر فلوس ايه الفلوس دي تمنها ايه؟ لو لو اللعبه اتغيرت انا معرفش يعني لو انت هتقول يا عمرو هو الصندوق هيبقى عنده طلبات قدام مش هيبقى عنده طلبات قدام الفلوس؟ ده يبقى احنا احنا في الجنه، احنا في يبقى انت مفاوض عظيم، يبقى انت استاذ انه الصندوق جاي بيقولك انت فين يا عم ده انا بدور عليك، ليه يا صندوق؟ انا عايز اديك فلوس بقى. افتح ايدك بقى وعد واد خد دولارات عايز حاجه لا والله ما عايز حاجه انا عايزك مبسوط وسعيد هو ده الصندوق اللي من ايام السد العالي ما عرفش يعني هو ده اللي انتوا هو ده اللي بقالنا سنتين مش عارفين نقعد مع بعض ما عرفش انما جايز حصل في الامور امور ما انتوا عارفين كل حاجه واحنا ما بنعرفش احنا كل الحكايه ان احنا نتوقع فبما انه كل الناس مستبشره انا معاك. انا يهمني ايه في النهايه؟ النتيجه، النتيجه ايه؟ جت فلوس. طيب هتبيع حاجه كبيره، انتوا ع... عارفين طبعا وانا ما... لا استحي من هذا الامر. انا مع البيع. في حاجه ع... عندك تقدر تجي... تبيعها وتجيب فلوس اهلا وسهلا. ما هو انت اصلك عندك طلبات انيه. عندك طلبات الان انت عايز فلوس دلوقتي يا جماعه المشهد في الافلام المصريه الابيض واسود كانت سهله جدا يجي يقول لها الدنيا اتربقت والبورصه وقعت وفلوسي راحت فتروح الست الاصيله عامله ايه تقول له خد دول وتروح شايله الذهب بتاعها كده تقول له خد دول ارهنهم او بيعهم بس ايه هي كانت تبيع الذهب ما تبيعش حاجة تانية. في حاجات في البيت ما تتبعش. في حاجات في البيت ما تترهنش. واضح اهو؟ فإنه طب ويا حاجة كنا نسأل أمهاتنا طب يا أما أنت رصة الغواء تقول لك يا ابني يوم يجي صعب ولا ايه العيب؟ دي أمك وده بيتك ودي حياتك، ده شعبك وده ناسك ودي حياتك وأنت لما بتيجي تبيع حاجة بتبيع، طبعًا أنا عارف كل اللي هيتكتب، أنت عاي... أنا مش عايز حاجة. أنا بس عايز أشرح لحضراتكم، برجع تاني أحيلكم أنه من سياسة الدولة لحل الأزمة الاقتصادية، تخارج الدولة من الشركات وقيام الدولة ببيع عدد من الأصول، الدولة اللي عاملة كده، عندك مشكلة مع السياسة فتبقى عندك مشكلة مع الدولة. أو أنا عايز أي حد من العباقرة أو الجهابذة يقول لي إيه الحل النهارده؟ في ناس زعلت مني إن أنا قلت إيه؟, إيه يا جماعة مش لازم نقف عند إيه اللي حصل وإيه الأسباب وبتاع، إحنا لازم نحل لأن الموضوع صعب، قالوا لي إزاي؟ لازم نقعد ونشوف ونسأل مفيش وقت، المسألة إن أنت كل يوم بتصحى الصبح عندك فواتير. في ناس قاعدة تقسم الدين يقول لك أصل في جزء منه الدول العربية مش هتحتاجه فهيجددوه وفي جزء منه للصندوق فهو طويل الأمد تحت أمرك عايز تقول لي إيه؟ عايز تقول لي إن كل الفلوس اللي عليك مثلا في الست شهور الجاية أو في السنة الجاية وخمسين ألف جنيه تحت أمرك قول لي يا عمرو أنا عليا وخمسين ألف جنيه أنا بتاعك أنا هو أنا أكره 150 ألف جنيه اهو اتفضل هم ادفعهم لا مش الرقم الكبير ده تحت امرك برضو بس انا عايز بس اقول حاجه اما تخشوا معانا الدخله ديت لو سمحتم تكونوا مالين إيديكم شويه يعني انت معاك الفلوس يعني النهارده هل الصندوق قاعد معاك ما استخدمش كلمه المرونه المرونه دي يعني ايه يعني الدولار بواحد 31 ده لو ده ده لو الصندوق طالب كده انما لو الصندوق بقى حمامه يمامه بيضه طارت ينينا عند صاحبها خلاص يبقى يبقوا 100 فل و10 مش عايزين مننا مرونه مش عايزين مننا نرفع فوائد مش عايزين مننا نعمل تشديد مالي مش عايزين مننا نعمل تقشف مش عايزين مننا نبيع اصول عايزين مننا ايه ولا حاجه احنا بنحب مصر احنا جايين نقف جنب مصر ونديها الفلوس اللي هي عايزاها، طب يا صندوق انت المفروض آه عندنا ستين ثلاثة، لا استين ثلاثة ايه؟ ده انا هديك الستة مليار أو السبعة مليار كلهم مرة واحدة، الصندوق هيعمل كده؟ ما اعرفش. أنت قدرتوا توصلوا معاهم لاتفاق عامل كده؟ ما شفناهوش. ما نعرفوش. إنما لو أنت مطمئن ولو أنت مالي إيدك، والله العظيم ثلاثة، ولا يهمني خالص. أنا ولا يهمني ايه الموضوع ولا ايه الحكايه ولا جبتهم ازاي ولا عملت ايه ولا اي حاجه انا يهمني ان انت تقدر تعمل التزاماتك تقدر تعيش الناس كويس تقدر آه تحافظ على الدعم تقدر تحافظ على الدعم السلعي بتاعك تقدر تحافظ على تكافل وكرامة تقدر تعيش البلد قدرت تعمل الكلام ده والله أنا ولا يفرق معايا لانه ناس كتير يقول لك ايه؟ يقول لك ما هي سهله اهي. لا لا لا, لا دي بسيطه خالص. طب بما انها سهله وبسيطه وناس كتير مصره على الكلام ده فانا شخصيا هقعد كده واستنى اتفرج. ورونا يا عمي هتعملوها ازاي؟ انت عارف حاجه انا مش عارفها؟ خلاص. انت بايع حاجه انا مش عارفها؟ خلاص. انت متفق على حاجه انا ما اعرفهاش؟ كل ده طالما طالما لا تبيع شيء مقدس عندنا لا ترهن شيء مقدس عندنا ما هو بصوا المصريين دول غروب شويه انك عايز فلوس المواطن يقول لك فين وبتاع مش عارف ايه وحاجه كده انما مش بالسهوله دي هو مش موافق على كل حاجه هي مش قضيه تقول له ايه انا هعمل كذا واجيب لك فلوس فيوافق لا عنده فلوس ليها طعم وعنده فلوس ليها مراره مش عايزها وانا واثق تمام الثقه ان هذه الاداره لا تحب الاموال المره الأموال المرة دي إيه؟ حضراتكم فاهمين أنا بتكلم على إيه؟ إنما الأموال المعتادة، الأموال اللي إحنا يعني بنتكلم فيها ويؤسفني إن أنا بتكلم على أفكار الاستدانة فقط. وعلى فكرة أنا لن أتحدث عن إن إحنا نعمل صناعة ونعمل زراعة، لا خالص، لأن أنا فاهم أنا بتكلم في سنة. صناعه وزراعه دي اللي ذاكر ذاكر يعني يقول لك ايه واشباه موصلات وسياحه علاجيه أو ده ان شاء الله نبقى نعمل انا مش ضد ده نبقى نعمله انا بتكلم دلوقتي على العشر اشهر الجايين لانه العشرة اشهر الجايين دول صعبين لان العشر 10 اشهر الجايين دول محتاجين شغل انا بس حبيت اوضح علشان الناس ما تبقاش متخيله ايه ان انا قاعد مستني انك ما تعرفش ما تقدرش لا انا تحت امرك اعمل وانا قاعد هسقف لك اول ما تيجي الفلوس هقول لك برافو اوعدك ايا كان نوع الفلوس اللي انت جايبها هسقف لك عليها ما عدا نوع واحد انا ملياش فيه وما بيخشش في ذمتي ومش موافق عليه مش انا بس مصر كلها مصر إدارةً وشعباً مش بس مش الشعب والإدارة موافقة لا الإدارة نفسها مش موافقة على الكلام ده فأنا بس حبيت في الأول إن أنا أوضح هذا الأمر توضيحاً جلياً أنا عم